السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. دابا حي الرحمة، هذا غادي نديرو واحد الجولة ان شاء الله من مولاي رشيد. يعني مولاي رشيد يعني هو مقاطعة، يعني فيها بزاف ديال الاحياء. انا نمشيو من مولاي رشيد حتى العين السبع ان شاء الله. دابا هذا راه حي الرحمة، لي حي الرحمة. هنا راه هي المصلى، كما تشوفوا راه كازا شويه باقي فيها مع العيد، باقي شويه يعني القديم، قضيه خاويه. استغفر الله. صلى لي على اليسار ديالنا، غادي تشوفوا الصالة تكي الفيديو ديالها. تيقول لك الطاكسيات اللي كاينين بزاف، ما طوموبيلات قلال. شوف ربع الطاكسيات بدق هنا، صايبو لعيبة ديال الطرامواي. الشارع دريس الحاج باقا فيه الأشغال. الله يسر مجموعة أربعة، اللي على اليمين هي البركة. تقريبا راه كاع ندير لكم جولات هنا، غير مجموعة أربعة اللي منديهاش فيها. من مولاي رشيد حتى العام السبع راه كاينة الدرديبة، ممكن من جيب غا تطلع ديك الساعة باش غادي تلقى العقاد. فيريفيو الكاميرا واش تسجل، صافي. المهم فيريفينا الكاميرا واش تسجل باش ما نبقاوش غاديين. و يعني غاديين وما تنسجلوا والو، حنا معولين على الكاميرا تتسجل زعما. الناس باقا مسافرين، هادشي علاش كازا خاوي شوية. دابا الناس اللي خدامين في بحال الأبناك و هداك هما لي تبدات عندهم الخدمة تنين، و الركوب باش ميشدنا شي واحد.
ساعة عامرة نقطعوا لها على رجلينا وهذا راه هي معروفة ب السلام عليكم جاي اللهم نهبط من هنا نيشة الأخرى تكون فيها سطوب خير فيكم هذه اللي قدامنا دابا راه هي هذيك يعني معروفه بزباله امريكان يعني واحد البلاصه ديال الازبال ولكن صافي كانوا لغاوها ودابا راه غادي يديروا فيها واحد المشروع زوين يعني واحد الجرده راه كانوا بينوها كاع في الفازه حكت بقى ندير لكم شي فيديو هاي راه تيبان هنايا الطابلو كيفاش غادي تولي مشروع تهيئه فضاء تهيئه فضاء ترفيهي عالي المستوى غيديروا فيها داكشي زوين هي اصلا كان يعني ما بقاتش كتبني فيها شحال هادي ولات جردة ديروها جردة وديروا فيها الشجر من مطراجة هنا فهمتي ودابا بغاو يديروا فيها مشروع زعما زوين داكشي زوين بان ليا تتحم ان شاء الله نجيو تتحم ان شاء الله نجيو ندير لكم جو هذا راه هو الكرون هذه هي الهفه ديال الكرون ولا الطلعه ديال الكرون اللي كتجي من اللي. انا راه سيدي مؤمن وسيدي مؤمن القديم تيبان لكم تيبان لكم كاينين طوموبيلات ولكن هاد الطوموبيلات الدنيا خاو راه كاين واحد الفيديو اخر راه تي كيكتشفوا من الطريق هادي مع تدي الرباط هي الطريق اللي تدخل لوطو تيكون على شويه الضرب تلقى أكثرية الحوايج اللي عامرين هما الطوبيسات اللي تيمشيو للحارة خصوصا دابا مع العطلة هادو اللي تيديرو المشاكل اللي تيحطو هنا الطوموبيلة حاطة يعني في السطو ستاسيوني في السطو صغيري شي تكون شويه فيها يعني الضغط حيت بنادم تيبغي يطلع من لاطوروت تندوي دابا على واحد الوقت ديال
قلت دير وقرا يلا تسعود، يعني الناس راجعين باغيين يمشيو للخدمة. جاي كاع ماشي هادي، راهي البداية ديال شارع حزام الكبير. حير محمد يرفع على الله يصح. شارع حزام الكبير تقريبا بادي من وقيلة الدورة ديال المضاكة، من تما جاي هابط خرج العنسي، يعني ها الطريق اللي غادي فيها كان. قلت لكم ها تفوت هذيك البلاصة صافي شوية تيبان لك الطريق نقص. البلاصة ديال لوطورات دايما فيها المشاكل. الحزام الكبير راه كاين واحد الدوبل ديالو، راك درت ليكم واحد الشارع اخر سميتو الحزام الكبير نفسه ولكن في مقاطعة انفو. الاتحاد البيضاوي على ما اظن التيران هذاك اللي ديما تنوصلوا ليه. صافي تنقولوا راه وصلنا للبحر، كنمشيو رايم عندي هو يعاود يوقف عاوتاني. صابر شعر بسم الله، اللهم نحاول نبعده من هذيك الكمية. زاد قدام الشوف انا وصلت الله يبعد منه. الله هذاك
الدري مسكين طاح لي هذاك الحك ديال الطون داز على مع شحال من طوموبيل وما ضرباتش حتى طون. سبحان الله واحد الفرخ البارح فرخ صغير فرخ ديال الجو هو صغير دخل وسط الشانطة والشانطة ماشي شانطة بحال هذا زين شانطة راه يعني كاينة الله يعطيك الصحيح فرخ وطنية. هو الانسان خاصو ياخذ لنا العظة الا نجاك الله حنا حاولنا نبعدو من الشانطة ولكن مع هو صغير ما تيطيرش داز من فوق الطوموبيل داز من تحته وقلبات وجا الطوموبيل الاخرى تاهي قلبات ودار هو يخرج خرج سليم ما طرا ليه والو صافي منين درنا قلنا بحال ما هكاك طرا بقينا تنديرو عليه قلنا هو منين حفظ الله من هداك الشي كامل راه الله اللي تيحفظه يعني واخا تدير به ما درنا بالاسباب بغينا نبعدو من الطريق ولكن الله لا حفظه راه ما كايناش شي قوة في الأرض تقدر يعني تآدي سبحان الله العظيم. حنا وصلنا دابا لعين السباح حنا ندورو جيت دوزام بلاصة شوية معنكشة شتي الكاميو باقي ضارب مع الطريق نقطع من الراجلين ونشوف هاد لا ليفغيزون فين كاينة جا شي مطار من وسطهم ولا شي حاجة حنا نتير ديات بزاف نكملوا لكم الجولة إن شاء الله. حتى جوجل ماب راه تيدوخ أصاحبي يبقى بعد خطرات هي هادي الطريق أنا عارفه بلا يعني بلا لوكاليزاسيون عارف الشارع ديال اللوز ما عرفتوش فين كاين الصراحه تاع عين سبعة انا ما كنتش نجي لها بزاف هذه هي طريق الرباط القديمه معروفه
تلقى شي غادي منا راه تديك الجامع هذه ولا الاخرى. جينا نقضي غراض اللهم نجي وندير لكم جولة هنا يا اخ رافعين سبع يعني جولات فيها درنا قلال درتها خطرة واحدة وقيلة هنا إذا بقينا غاديين من هنا غادي نخرجوا للبحر يعني شاطئ سعادة شاطئ هذاك زنازة أنا قلت زنازة ديما عزيز علي شاطئ شاطئ السعادة وشاطئ عين السبع زعما خلنا حلا عاطينو هذا واقيلا هو السجن ديال عكاشة داكشي بحال بريزون برايك قلتليكم اش كاينه واحد هو هذا ديال عكاشة هذا مركز الإصلاح والتهدئة ماشي عكاشة واحد بعد حبس هذا الله ينجينا وينجي جميع اولاد المسلمين والمسلمين لا يوصل شي واحد راه هو من هي هو وكاش شو اللي كاين هنا يصلى كبير قلت لكم شاطئ زناته وشاطئ النحله شاطئ وقيلته عين السبع حيت كاين واحد يعني واحد الوزارة ولا واحد مكلفية بهذا الشيء ديال البحر ديال السياحة وقيلة تيدير واحد لاليز ديال البحور اللي صالحين يعني اللي يمكن لك تعوم فيهم وكاين واحد البحور اللي تيكونوا ملوتين يعني تيكونوا يكون فيهم الواد الحار اللي هما غير صالحين يعني جودة المياه ديالهم منخفضة يقول لك راح ومنهم هذاك منهم زناته انا اللي قريت راه دابا نكتب لكم العريس لتحت منهم زناته ومنهم شاطئ النحلة حتى هو من البحور الماء يعني لما شي ماشي صالحين زعما الاستجمام والعومة هادشي علاش تلقى خاو هالطريقة هادي راه صعيبة باش نقطعوها وهنا غادي نهيو لكم الجولة ديالنا هاد 900 راه هادي هي الطريق اللي تدي للجامع ديريكت ديال كازا بور وهنا غادي نهيو الجولة ديالنا والله يعاون